يعني يمكن زي ما شفنا في التقرير النائب المحترم علاء عبد المنعم بيطالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي والوثائق الرسمية، ولا يفرض على المواطن الإفصاح عن ديانته إلا لترتيب مركز قانوني كالزواج أو الميراث. خليني أبدأ مع سيادة النائب، عايز أعرف تفاصيل أكتر عن المشروع والدافع الرئيسي لتقديم هذا القانون في هذا التوقيت. بداية أود أن أقرر أنني حين فكرت في إعداد هذا المشروع لم يدر بذهني إطلاقا موضوع الفتنة الطائفية، وإنما المشروع وضع لترسيخ مبدأ المواطنة بين كل المصريين وعدم التمييز بينهم بأي شكل من الأشكال. وقد ظلم القانون بنعته بأنه قانون مخصص لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، هذا ظلم فادح، لأن هذه المادة هي المادة الثالثة من المشروع الذي يتكون من 16 مادة تهدف المواد في مجموعها إلى ترسيخ معنى المواطنة وحظر بل وتجريم التمييز بين المصريين. حين نتحدث عن المصريين هناك خطأ شائع يقال عنصري الأمة، أنا ضد هذا التعبير. الأمة المصرية عنصر واحد هو العنصر المصري. الديانة هذا أمر بين العبد وربه، ولا دخل للدولة ولا للمجتمع به، وهذا ما رسخه الدستور من حرية الاعتقاد. ودليلي على أن هذا المشروع قد ظلم إعلاميا بنعته بأنه قانون مخصص لإلغاء خانة الديانة، أن القانون يتحدث بداية عن تعريف المواطنة وما هي المواطنة بين المصريين. القانون يتحدث عن ضمان حقوق المصريين في التعليم، في الصحة، في المعلومات، هذا ليس فيه طائفية. القانون يتحدث عن شغل الوظائف العامة، شغل الوظائف العامة تقوم على القدرة والكفاءة فقط، هذه مواد القانون. وشغل الوظائف العامة يكون بمسابقات، وتعلن الجهة التي اختارت العاملين بها أسباب هذا الاختيار، ومن حق كل من لم يختار أن يقدم شكوى إلى هيئة مكافحة التمييز التي ستنشأ بموجب الدستور. أيضا تطرق القانون إلى حظر الجمعيات والروابط سواء على أساس ديني أو على أساس جغرافي أو على أساس طائفي أو أي أساس. والمشروع قرر حل الجمعيات التي تقوم على هذا التمييز بين المصريين. وأنا صريح جدا، عندنا جمعية الشبان المسلمين ما ينفعش، جمعية الشبان المسيحيين ما ينفعش، احنا كلنا مصريين. يقول لك مثلا رابطة أبناء مش عارف ايه، القبائل مش عارف ايه، ده هو في ايه؟ احنا مجتمع مصري كلنا مصريين، مفيش تمييز بيننا بأي شكل من الأشكال. أيضا يتحدث عن حظر تراخيص أي نشرات أو مجلات أو مطبوعات تقوم على أساس طائفي وتصادر هذه المشروعات. أيضا تحدث القانون عن أنه من يثبت عليه من الموظفين العموميين أنه قد مارس التمييز بين المصريين يعزل ويحبس. ما علاقة كل هذا بالطائفية؟ أنا لم أقصد أن يكون إلغاء خانة الديانة هو الطائفية، وإلغاء خانة الديانة أمر منطقي. لماذا؟ لأنه في جميع دول العالم المتحضرة مش حاجة اسمها خانة الديانة. أنا أزعجني إن أنا روحت لأحد المستشفيات عشان أتعالج، فلقيت في بيانات موجودة، الاسم، العنوان،
تليفون الديانة. فقلت له انتوا مالكم الديانتي؟ انا راجل عيان، سواء كنت مسلم مسيحي ما عنديش دين خالص، انا مريض واريد العلاج. انا افهم او لا افهم ما علت هذه الخانة في الوثائق الرسمية. ومع ذلك المادة الثالثة بتنص على استثناء إذا ما كان هناك مواقف قانونية تترتب على الديانة كالزواج أو الميراث يجب أن يفصح عن الديانة. طيب. هذا ما قصدت. طيب. وبعدين في نقطة بس أخيرة. اتفضل. في واحد يقول لك إيه؟ طيب ما هو المأذون، أنا هقول حاجات أطرف، ما هو المأذون يعرف منين إن أنت مسلم ولا مسيحي؟ طيب أنا أسألك سؤال، مش المأذون بيشترط عشان يكتب كتابك تجيب له شهادة من المستشفى إن أنت وقعت الكشف الطبي؟ بيحصل ده شرط من الشروط. مفيش مشكلة لما المأذون يطلب من العريس والعروسة إن هم يجيبوا له من السجل المدني شهادة بما يفيد ديانته، إيه المشكلة في كده؟ الميراث نفس الشيء. طيب. إذن يا عمرو بيه أنا لم أقصد بهذا القانون الطائفية، إنما أقصد المواطنة وعدم التمييز بين كل المصريين. كلام